دقيت على باب الحياة بس للأسف ما لقيتش حد يفتح لي فمشيت. أهلا بيكم، أنا عثمانز. لما تحس إن الدنيا خلاص بتقولك أنا جيت عليك جامد في السنين اللي فاتت، بس متقلقش أنا هعوضك، فتكتشف بقى إن الدنيا كانت بتعاملك على إنك سعاد حسني في فيلم الكرنك، وتلاقي فرج داخل عليك بيقولك ده إحنا الليلة ليلتنا. وهو ده بقى اللي حصل ليا في مسابقة العباقرة. يلا نشوف إيه اللي حصل ساعتها. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل أحمر عبقري. ضفنا النهاردة مش عادي، هتقولولي ليه؟ هقولكم معانا النهاردة كائن مش معروف فصلته إيه، ويكفي ان الدكتور مصطفى محمود معرفش يحدد جنسه، وتقريبا كده هو ذات نفسه مش عارف هو هنا ليه. اللي قلبه ضعيف ما يتفرجش على الحلقة دي، خصوصا اللي عندهم السكر والضغط. معنا ومعاكم كائن العثمانز. اهلا بيك يا عثمانز، جاهز للتحدي؟ جاهز، بس ليه بتتكلم زي جورج كرداحي كده؟ دمك خفيف. يلا نبدا بالسؤال الاول. قولي الاول، انت عارف قوانين البرنامج ولا لا؟ انا اول مره اشوفك اساسا، ازاي ابقى عارف قوانين برنامجك؟ صبرني يا رب، امرنا لله. بص يا سيدي، انت قدامك 10 اسئله، لو جاوبتهم يا ابن الناس هتكسب معانا 10 جنيه. نعم، انت بتقول ايه يا اسطى؟ 10 جنيه؟ طب أنا ممكن أديك العشرة دي. ما أنا نسيت أقولك العشرة دي خاصة بالأسئلة، لكن الجايزة الكبيرة هتستلمها بعد الحلقة. ماشي، يلا بينا. السؤال الأول، ليه الشاي بيفضل مجروح؟ يمكن عشان بنشرب من دمه. الكلام ده تقوله وانت بتتفرج على مسلسل الساعة 7 وتنام بعدها. مذيع ما شافش باتنين جنيه تربية. بغض النظر عن لسانك القذر ده، فالإجابة الصح هي لما الشاي بتحطه جوه الكوباية بيتجرح عشان ساب عيلته اللي موجودين في الكيس. وحياة أمك؟ أنا فهمت الدماغ دي، واضح كده إنك عاوز تتشقلب. نرجو من السيد المحترم ضبط النفس شوية. السؤال التاني، ليه الأناناس بيحب الصيف؟ عشان بيحب التلزيق زيك كده. للأسف الإجابة غلط، والإجابة الصح كانت لأنه بيبقى براحته في الصيف مش زي الشتاء. اسمع يالا، سؤال تافه كمان وهطلع عين أمك. نرجو من المتسابق ضبط النفس عشان ما يتمش استبعاده من المسابقة. انت هتعملي فيها مذيع بجد؟ ضبط ايه واستبعاد مين يالا؟ انا لو صبرت عليك ثانية واحدة ده انا كده بكتب شهادة وفاة ليك ياض. انا بقى اللي عاوز اسألك سؤال اخير. ايه هو سؤالك ده؟ ازاي عارفوا ان الحمار ممكن يتكلم؟ في الحقيقة انا معرفش. بقى الاجابة بسيطة، لما شافوك وجابوك وعملوا لك برنامج وبقيت انت المذيع. طيب شكرا يا استاذ عثمانز على مشاركتك في البرنامج، واتمنى ما اشوفش وشك تاني في الحياة، وشكر خاص لكل اللي تابعونا، تصبحوا على خير. أنا مش عارف هو المذيع ده اتضايق من إيه بجد، بس مش ده المهم. المهم بقى إن الإنسان دايماً بيحط كل أماله على حاجة معينة، وهو بيعتقد إن الحاجة دي هي اللي هتغير حياته. الكلام ده طبعاً في الكنافة، الكلام ده مش صحيح، لازم تحط ربنا في كل موقف، سواء كان الموقف ده كبير أو صغير، وخلي دايماً عندك يقين إن ربنا هو اللي بيرسم لك الطريق الأصلح ليك. وكل اللي عليك تعمله هو إنك تفكر في اللي بيعمله ربنا معاك، ما تحطش أمالك على حاجة معينة لأنها صدقني مش هتغير حياتك. وبس لحد هنا وحلقتنا انتهت، بس المواقف لسه شغالة. أشوفكم على خير، سلام.